جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها المستمع حبيبي مبروك بن صالح، بعث يسأل ويقول: كنت أصلي صلاة العشاء وفجأة أصبت بدوار شديد، كدت أفقد معه الوعي فأبطلت صلاتي واسترحت، وبعد أن زال الدوار قمت فأعدت الصلاة دون إعادة الوضوء، فهل تصرفي هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الدوار فقدت الشعور وفقدت العقل فإنه لا بد من إعادة الوضوء، لأن زوال العقل من نواقض الوضوء. أما إذا كان معك شعورك وإحساسك ولكن أحسست بدوخة وأنت تصلي فهذا لا يبطل الوضوء لوجود شعورك وإحساسك، ولكن قطعك الصلاة لا يجوز. إذا أحسست بالدوار أو الدوخ وأنت قائم فإنك تجلس تصلي وأنت جالس تكمل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن بماذا تنصحون وقد حصل ما حصل شيخ صالح؟ ماذا كان إذا كان زال شعوره؟ نعم، وإدراكه. نعم، فإنه يعيد الصلاة لأنه صلاها بغير وضوء، صلاها بوضوء منتقض. أما إذا كان قد بقي شعوره صلاته صحيحة، لكن هو يذكر أنه أعاد الصلاة فإذا كان شعوره باقيا وقت الدوار صلاته صحيحة. أما إذا كان أعاد الصلاة بناء على الوضوء السابق وقد زال شعوره وإدراكه بالدوران فإن صلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، عليه إعادتها. نعم.